كيف نجمع بين قيام داود عليه السلام وأنه ينام آخر الليل وحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث؟ هذا كان اللي ينام ولا يقوم، أما اللي يقوم ويصلي ثلث الليل وينام من أجل يستريح للقيام لصلاة الفجر، هذا أدرك السحر، أدرك نزول الرب سبحانه وتعالى، أدركه ونام من أجل أن يستعين بذلك على العبادة، فهو في عبادة، نومه عبادة لأنه يريد به الاستعانة به على العبادة. نعم.